حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراتين فانه يرجع من الاجر بقيراتين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيرات تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه